مش قاعد نصور فيها سي باو راه سن العربي اكس من الناس انا ولاد عنابه اخويا انا في لاري كما يقولوا سن العربي راح بتزرع اها العربي يقولوا لها راح بتزرع كانوا الكاديشات لهنا كانوا الترونسبورت تاع فيليكس فيليكس وانا تاع شمايا 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 ومن بعد شمايا غادي نشوف عليه وكان في عام تيليفون هنا تاع نديو بالقفوة كان الشيء بعد 700 كيلو يحصل يعني مزيان على دي فوق قول هنا هذا بعد هذا كان عنده احنا طبلة هنا كيما بالقاسم بالقاسم طبلة هذه في كيف انا مجمسوبيان عم شكون كان مس البنوات الله هاوما مات على بالي هو اللي كان حاكم كان بعد هنا مازال الدار تاعها مازال عند الحانوت لاطار هذاك لاطار كاين المكان داير وين القهوه اللي كانت كتكون القهوه تاع المعلمين ها صحيح لاري مسمع لاري تيريكو من هنا تسمى هذه لاري مايو لا ماشي بلي هذا واش لو ريميرسي لاكس بيرتي دوك ولات زني العربي هادي زني العربي هذا كامل في قاديه زني العربي كان لو ميرسي ماذا قلت لاري نسمع وديا سي لاري لاجيريزالان لاري جيريزالان هادي المتاع على الزراعة هادي هون لا كوري تاتار هذا جيريزالان 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 واش كانوا فيه قبل هنا الكارتي تاع لاري مايو لهنا لاري مايو كانت بانف واش كانت كان لوتيل مايو بكري على اسمه لاري مايو مالا لوتيل مايو وكان تاع لوتيل دو بون كومون سابيل هذا كان تاع مسرار هاي ولات لابوراتوار دو شيلي مسرع عمي العربي الله يرحمه نروحوا جهه الكوري تاع نصوروه ومن ثم نروح سي بو ربح ها هي اخويا هاي رغم ماك صحه طاطا هاي بسلامه صحه فهمت اني جاي هاي ربح دقيقه وجاي هذا كان الفطيري لهنا هكا الفطيري لهنا كان عمي الفطيري عمي عمر الله يرحمه حتى اخونا ربح راهو عنده باش الله يبارك خشينا خلاص قولها هو ربح تصورك انت الله يبارك تعمل في محتوى مليح تبعوك انا كل تبدأ في زونسيان بان تبارك سما دعوك بارك يودي سيدي بيحبوش دوموندي ولا حاجة كوري تاتار هاي
السلام عليكم. نقدر نصور معليش البلاصه معليش. شوف شوف الناس الله يبارك. ها متأدبين باش تاريخ على النبا كولي تاتار. اه لا ما يبودل. ها هذا هو كولي تاتار. كنا بقينا وين قهوه بوزامانتو. حكايه تاع عباد تما قالك ما تصورش وما تصورش ما تصور. ها ما فيش حتى واحد داخل. ها ما فيش داخل. ها داخل سما داو كوري تاتار تاع داخل. اه لي فات بيان سور. كنا كانوا من بعد اللي عنده بسكليتات تيجيك يقاريها لهنا. وكان شخصيك الحاج هذيك قاف بو زامانتو قبل كان صح قبل الحبس بكري وقت الاتراك. رد عنا بها يا جبنا التاريخ. انا كي نعرف وين السيناغوغ هذه سيناغوغ نعرف. انا كان يبيعوا لي كاسات للطيارة من حين قبل. انا كي كانوا يبيعوا لي كاسات كان بالقاسم لهنايا كان سموه ثاني هذا بعدي او تاعي. انا نكذب على حبيبي لا سكي كيف كانت من لازمك تسقسي شياب ولا تبلاد هنا. كنا مع الشريف تاعنا سموه هذه عيطت لي قلت قبل لي جيري زلامة. جيري زلامة 1 2 3 القدس هذه نهج القدس. نهج القدس اها ودما كل كانوا حوانت قبل هذما كله من بكري. حسين نشوى ثانية على عمي عدد قديم كان عدد تقول لي أنا نشوى عليها حتى باباهم ولا عمهم ولا عمهم كنت نشوى عليها للدربوكة نهش القدس هذا مزيادة عند عمارة ولا أخواني عمارة ألوي هاي يا مالا أخوة أعطيك صحة الحياة بارك الله فيك. هاي ها هذا دخل جهه كاين واحد طاح له النظره هنا داكور الله يعيشك داكور. او كاين كاين واحد النظره طايحين لهنا مناظره داكور طايحين مناظره هو انا سي لافان لي جون. السلام عليكم معليش نصور اخويا. هذا سي البليز اونسيان ثاني في الواحد كان يبيعوا الدربوكه الواحد للدرك للدرك لارتيزانا هادو على فامي عمارة فوالا عندهم عليه فوالا نشفى على الله يرحمه عبد كريم الله يرحمه. سما انت ولد البلاصه هذه صافي ديزاني تاع لهنا من وقت الاستعمار ولا وقت الاستعمار؟ ها؟ مي جو بار سا سي دي زونسيان تدي من باباك تعرف يعني معنا كيما قهوة بوزامنتو واش كانت قبل؟ لا قهوة بوزامنتو هذيك سي قال لي سيد كان حبس يعطيك كلش. المهم وقت الاتراك مرشي عرب والمرشي قال كان بكري ما شو اسمه جبانه بكري مرشي فرنسي. كان جبانه لهنا عند خونا اللي يحب يجي لهنا الله يحوايج فيديو سبونتان تاع البلاد الناس تتفرج واحد هيا ربي يعاونك اخويا. هاو جاي في نهج القدس لهنا نهج القدس اها زين وبابا رازي وما نسيبوش يا اخويا صور حط فوتو نعمل لها فوتو فوالا سي بون خويا زيد راه هاي هنا ما بدنا لهنا نبروفيتيو نعتو شويه كي الناس فوالا اللي يحب هنا في الارتيزانا ثاني يجي عند عمار عمالي فوالا يا تو سكيل فو دارتيزانا في ريد القدس فوالا لا جيريزالام بكري هنايا فوالا شخص هيك راه حكاية تاع المقبرة تاع جبان تزغون عيون كورة أنكورة والله ما على بالي والله ما على بالي. المهم منا ولا في الواحد انت صورت وانا صورت المهم هذه قلنا هنا بكري كان شو اسمه كان في طايري قلبها كلها قرابج لهنا ربا يا خويا شي حاجه حاجه سبيسيال هنا في مرشي وبلي هذا مرشي وبلي في ليزونسيان و بوزاموندو قهوة بوزاموندو قاتي هذيك اللي كنا تك تك هذا ان شاء الله التاي تاع البلاد انا يا خونا التاي الله يبارك هاي يا خويا ان شاء الله هاي شوفت هاي عندكم هنايا مرشطه هاك شوف هاي انا تاي على تاي بنعناه
ها هنا انا شارب قهوه بلاقى خلي بانجيك والله اني هي ان شاء الله ها تلاقى هاك الدور في عندنا با مرحبا بك تحب تشرب تاي من عندي اشرب تاي من عندي نورمال والله عادي اها شكرا مين اخ جزاك الله خيرا ادرا ان شاء الله الله يسلمك ما شاء الله ناس ادرا تحيه ناس ادرا ان شاء الله الله يسلمك هي يا ربي يعاونك خويا هاك تشا هاي هذه هي لحبه زرع هو ربح جيت عني يا ربح اخويا والله العظيم ودنا خدنا فيكم هذا يا السلام عليكم صوروا معليش عاود تسميس انا عنابه يا خويا والله هضرنا انا وياك ديجا انا خرج ديجا الفيديو انا كنت في القهوه بو زامند وخرج لنا واحد قال لك ما تصورش وحكايه حكايه راه ندير حبي يتحاكم كيما قلت ايه ما كان هادشي منا شفت اخويا عقلية هذا ما ريبوها انا طيب. يعني صورتك بالي بس صورتك انا صح ولا حكي قدرت نحكي معاك وخرج الفيديو شافوه ودي القهوه تاعهم تاع الزردازي اقدم قهوه في عنابه هذه اقدم قهوه اقدم قهوه انا قهوه الزردازي وين ويني هذه يعني برمة الغاز هذه برمة برمة الغاز برمة الروح برمة واش كان حاجه سبيسيال انا في المارشو بيلا هنا في الزرع شوف يقول لك راح بتزرع اها انا نشفع الكلي جات فكره كنا نروح جيونا بلوتو الوقت هذاك كان الترونسبورتر بالحصول كيدي يجيو تجيب السلعه تاعك من لاكار والواعد قال لك كانت السلعه كانت تهبط قهوه الشعب من قهوه الشعب يجيبوها لهنا صح ولا لا؟ فوري طرطار كانوا يبغوا يحطوا يقاري والبغال تما حاجه البغال تما يقاريهم ياكلوا كدا هادي زمان كاين واحد البلاصه عندها ميزون داراب لداخل تحت ميزون داراب في الحمام السعيد حمام السعيد ورا لا ريكومبيتا ورا لا ريكومبيتا ماشي طابط كوشه تاع بحر اها هذيك هي حمام البركه حمام البركه درك هذاك كانت قهوه بكري وهذيك كامله باطيمات والله ميزون عرب قهوه القليه اكوتي لا قهوه تروح الله يعيش اسمح لي ربعتك صحه ملاقات الخير هيا هي حاجه اخرى لهنا سبيسيال هنا عندك جامع انا اللي قلت لك عليه جامع عنده قرن هنا من 1923 قرا فيه شادي بن جديد راه يحتاج جاي راه قرا فيه حتى مقدس سيفي هذا ايوا هذا الاقدم حاجه هذه قرن وقرن ابي بري قرنا واكثر من قرن مي سقسيت واحد صاحبي واش قال لي قهوه زامانتو هذه كان قال لك بكري كانت في وقت الاتراك كان سجن تاع الاتراك ربي يعلم هذه ما عملش تاريخ هذا هذه لوكال هذه كان يعقدوا فيها هذه من هنا كان يعقدوا فيها بكري هذيك 1223 هذه ويني هاي دي من هنا ويني من هنا هاي مع الدوره هذه واللي كملوا بني ترك هذا ومش بني فرونسيس مع الدوره هذه الاولى الدوره هذه بعدا اللي بيعوا نوادر وطاير هذيك كانت الوكاله تاع هذيك الوكاله 1200 وحاجه هذيك 23 هاك شوف هاي معلومه اخويا انا اول مره مكتوبه بالعربيه مازلت هاني جاي وعندك نجمه تاع اليهود فاهم اسمح لي كنت فيها هذيك 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 البلاصه انا كنت تما انا يا خرج لي واحد قال لك ما تصورش اي برسكم المهم المهم ربي يسهل لهم ما تدخلش قال لك ما تصورش ما تخبط انا مسروق اي من حقهم ما تخبش انا نعم. صورت السيناغوغ تاع الفوق انا ماشي السيناغوغ اه مش تاعو هذاك هذاك تاعو كامل تاعو السيناغوغ مش تاعو هذاك المعلم الفوقاني مش تاعو اطار هذيك ما خلقش هو كي خلق كانت هو اللي بناها 223 مش هو تاعو هو المحل تاعو الداخل صح مي هذاك مش تاعو المعلم نصور كيما نحب الفوقاني تاع الدوله هذاك دولة جزائرية لكن هو تاعو مثلا نحكي لك انا راني ما صورتوش وفاصيتو الفيديو ما عليناش حاجه اخرى سما هذاك المكان اللي كانوا يعقدوا فيه ماله شوف شوف من هنا يعني قال لك اه قول لي واش هذا هذاك هذاك بني تاع الترك راني قاعد نشوف هذا كل بني تاع الترك هذا ها بص هذه 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 شوف كيفاش بالاحجار هذه بالاحجار راني قاعد نشوف خويا ها تلموا عبك واحد عادي يصور عادي يعمل حساب اي حاجه عبك هنا في البلاد مش سهل والله يجي بسيب ساموراي يقول لي صور ثاني يا خويا هي الثقافه تاع تصور عادي والله كان ناس والله عايشين في الغربه يتفرج ونحي شويه من وقتي والله باش على قد ترجع على مش على الاقل ما لا كونتاكتني واحد عنده 40 سنه مره واحد قال لي والله كي شفت الفيديو تاعي قال لي هبط عملت لي النفحه وهبط البلاد فيها والو صح ولا لا خويا مش كاين ناس تحبوك المهم هذيك كل واحد واموره نحترمو احنا ما كانش مشكل انا مالا هنا سما قلت لي راح بالزراعه ما كانش حاجه خصوصيه اخرى عندك هذا قلت لك اللي يكون عنده قرن وعندك هذه هذه اللي سما قهوه بابو زامانت هذيك اللي كانوا ياخذوا فيها بكري فوق منها اه فوق منها اوكي هذيك القهوه
قهوه مي قال لك قبل عندك انا واحد هذاك كوري طرطار عندي لفوطوتي قديمه ها يا اخويا هاك تشوف الاولاد اخويا متحليين ها سيد ما شاء الله كنت لك فوطوتي قديمه اخرى هذه تاع كوري طرطار وي الحمد لله والمناظر ملاح متريتين بيان تما يعني غلطه لا قول ها آه تشوف بيان اون كولير ها والله لحالك شوبيه تاع تاع الغبره تاع قول ها الاولاد انا نمشي لومبيونس نحكي واش ينطقوا شويه نعتو تاريخ شويه ها تاريخ خلاص ما تصورناش ما تنعتناش المهم تقول لي الكابون الكابون وصوروه والله كي يحكموك الدوله غير يا خويا هذايا راه هو كوري طرطار بدي ندور هكا دوله من على جال هذا كوري تزول عندك انت هذا كوري طرطار هو الفلي تاع الواحد قهوي عبر ما شاء الله هذا وكان نشوف الناس اشتي خويا سي بون يا خويا يعطيك الصحة خويا بارك الله فيك. واحد اخر الحاج تاع الفخار هذاك. هاي كنت عنده عمارة. هذا قول يعطيك. أما جيت ولده أو كنت عنده. هذاك يعطيك. يا خويا يعطيك الصحة. هذا كل درك اللي دمه كله جدد دمه. لونسيان هو. خليك كاش نهار إن شاء الله. إن شاء الله. هو عندك الفيديو تاعك شفتيه خرج لك سي بون. يعطيك الصحة بيبو. عايشك بالمزية يا خويا. صحة هذه قهوة كنت القديمة تاع زردازية تاع أول قهوة في عنابة. بارلي بريمي. بارلي بريمي هاي. هذه قهوة زردازية ها. صوروها ولا شو لات ريستوران ولا مازال قهوه هذا ترافو لي ترافو سقسيوه برك اخينا السلام عليكم الحاج معليش نعملوا تيت فيديو صغيره على اقدم قهوه في عنابه هذه ما يحبش مولاها ها يا معليش الله يبارك ها 16 ها يا فيلم فايونس وقهوه كونطوار ما يحبش مولاها معليش هاي بنية قديم لهنا ها شاف لهنا فيها تردو صوت تاع بكري هذا ها دي فايونس تاع زمان شوف موزايك لهنا بنية يخدموا بالكصب بكري القرمودة موزايك لهنا خويا سلام كاين واحد مازال في طايري تاع مازال مقرقية واش اخينا السلام عليكم صافا خاطر صورت معاك لا حكيتي معايا خاطر لا فيديو صحيبي صحيبك على الرحبه ايوا صحيبي تحب تقول حاجه انت اليوم هاي والو بك كاش حاجه سبيسيال يخي ملاح الناظر من 30 ديال ملاح الناظر غلطه لا تشوف تشوف الدنيا نيويورك لا في البوست ولا لا في البوست مش في البوست في اليوتيوب اليوتيوب راح اليوتيوب بنت تتفرج يحط لي يقول لك يحل يلقى عنابه تحب تبان تقول حاجه ولا والله ما اعرف هاي ما عليه ما تبانش هاي علاقه مش مشكل عادي تبقى تشارك في اليوتيوب في الساطيريت يعود يشوفوك جماعه ها هاي يا اخوان هاي صح والو فطايري هذا ولا اونسيا فطايري مثلا مقردي الفطاير نصوره معليش قريب قريب الفطاير قريب لا نصوره ولا لا كيف تصور صور فيديو اه صور الفطاير من بعد الفطاير الربع ان شاء الله الربع هاي لا وين هاي هي ربي يعاونك هاي هذه عسله حسين ناجي عسله حسين ستار صباح الخير هنا نخرجوا هامبو شتي البروجي هذا اللي حكينا عليه ديما نريكلاميه نقولوا خدموه وخدموه ايش القباله هذه لاري مايو قال لك بكري كان اوتيل اسمه اوتيل مايو هذه الحكايه تاعو نخرجوا على المرشي من هنا
هذا هو ديما نريكلاميو البروجي اللي خدمو سيخونا هذا خلص عليه. شوف في طاطيع شوفوا كيش ولا هذا هو البروجي في حاله خلاص خلص عليها وشاري صدي بومين دوكا دالي مليار هذا صافي. هذه نهج الأمير عبد القادر. يعني كي خدمتيه البروجي هذا وربحت فيه ياك خليتي يشوف يدعيوا عليك الناس بس سيما كما قال جمال سيما غلطة خلاص. هنا 1911 هذه شوفها هذه من 1901 صح خدمت هذه 1911 خدمت هذه من 1911 البنيه كيفاش قديم ثم دي عندنا باب بكري في 1800 ما كانتش هذه مالا لاري تاع الصالت هذه هذه دي قديمة هذه العام الصالت هنا تقديم تاع الراحة تاع بكري خلاص شو عليه من قال لك ما بدلوش من 97 ولا 16 كونطوار هو السلام عليكم سقسيك هذا اونسيان صالد من وقتها هذا هو كيما هذا ما تبدل فيه والو ها اقدم حانوت هنا كارتي صالد يوم خونا وي اونسيان يشوف عليك 40 سنة هما هنا قال كتر فادي زويت ولا ساز كاين نسبة روحوا جوج فان طون يتفكروها يوتيوب حط عندنا بابا اقدم كوسميتيك اقدم كوسميتيك وقتها حليت ولا هنا هذا قديم خويا من التسعينات كان دوش كان دوش قبل كان دوش اونسيان كبروا معاه اللي شوا عليه بكري قول اشياء توا اسمع اللي شوا عليك في التسعينات درك الله يبارك ولا راجل درك قول انت جلال صغاري كانوا يعدوا مع والديهم صغار هنا كونسيان انت الله نشوا عليك صافي تقريبا قدا عندك هنا مرحبا بك هاي في 40 عنده من كتر ما ساس هنا 60 هيا ومام ديزاين ما تبدل والو هو كار تردو سا كار ها هذا بدك تبدل على بال بدلوا غير لي كونطوار كونطوار ربي يبارك او طاهر واش الحاج رشيد هنا وراح الاخر خونا الاخر الترات ما زلنا في الفصل ام حلوا لي سي بون تصدير واستيراد سي بون دوك تجي الماركه ولا خونا راح وعندك كاين غير الحر هنا ولا كاين وكاين كاين جنتلمان كاين
مرحبا بكم. ولا بري المتناول الجميع. سمع لهنا لو بري ارخص من اوروبا مال ارخص بري في الولايات احنا بكامل. ولا اسمها سفارة على لا مارك سفارة تاع فرنسا واش معناها؟ سؤال اي من يربح المليون اي سؤال انتم تبيعوا في البارفان وما لا مارك سفارة في اون فرانس حطوها ها ما عرفتش يروح يقول سافورا جي اشتي دي بارفان اش ا باريس لي شانز اليزي سافورا ها سافورا ايوا ماغازان تاع يهود هو اه نادر غير نعطيك راه حتى عندنا سي سافورا هذه جو بونس الله اعلم مرت سيدنا موسى هما في بالهم كيما زوجة سيدنا يوسف موسى قلت بليتو الله اعلم وهي سافورا اي بنت سيدنا شعيب وعربي سيدنا شعيب يعني اسم عربي صفورة صح ولا لا معلومة الله أعلم أنا جو بونس هاي هو خونا ما كانوش راح سي بون يا من عاش هاي حط على النابة بل تخرج لك لو كان جيت أنا نجيب ديما هنا خويا لو كان جيت نعطيك نكتب هات التليفون هات خرج الفيديو هاي حط على النابة لو كان تخرج لك واحد ها لو كان بعد تيلي شارجي نطلعك القمر الصيني نقلك بلاصة تما حط يوتيوب يوتيوب نقلك بلاصة تما لازم لك 4 جيجا ولا 8 جيجا فيسبوك فيسبوك يوتيوب يوتيوب حط عنابة حط على اسم عنابة عنابة اسباس الجي من ناحية ريزو صافا رابيد حط اضرب على البوطون يخرج قلت لك ريزو تخيل تقيلة ولا شوف عاد نحط حط اسباس ها يا خويا ولاد اها هم يتفرجوا قليل يعمل ابوني انا ما ضموندي حتى ها هي الاولى هذه في بالو راح نربح كي تعمل لي ابوني ولا كدا الجيران باجا يا ضعيفه خلاص من نورمال انا نورمال ندعموه ان شاء الله فاهم يتفرج ويحط لك ابوني وكاين حكايه اخرى والله كاين دي جون يخرجوا معايا في لي فيديو نهضر معاه سبونتاني هكا بد عبك يحكموهم كاين عباد يحكموهم ان شاء الله اه تحب تابوني باش يبقى في لي فيديو ها اه هذا استا اونسيان جيتوكا حط هاك مط حط بالك معليش معليش كونت بالك والله يحكموا دي جون يخرج معايا في لي فيديو واش يقولوا لهم يقولوا ما تصورش معاه هذا ما تصورش معايا ما تصورش معايا كيفاش لازم تحل كونت باش تعمل ابوني المهم هذا هو يخرج يخرج ان شاء الله هاي سلامة هذه حكاية يحكموا جمال شايتو جمال جيري ويحكموا جمال ابو قشابية يقولوا له ويصور فيكم ويربح في دراهم بينكم مستوى ضعيف خلاص على بالك مستوى ضعيف تفرج تفرج لي فيديو هذوما نخدم فيها مش مسهلين لي فيديو تخرج اون سونتر فيل والدور بالتليفون تحكي مع الناس ارواح انت وخرج وعندك لوداس ادخل في الطريق وصور الناس واحكي مع العباد بعد يظهر لك فيديو تحكي مع الناس في الطريق يقولوا لا ما تصورش معاه تصورش على روحك خويا ما نصور قدا الاولى قدا تبان تروى على النافا كي الحق تبان تروى سي بون عنابة 23 الحق الأورو 23 سي فون هذاك لازم تهبطوا من أوروبا سي فيني 23 عنابة هايا الأورو 23